تنور اصلا. نحن كلجنة عامة للحكام هذا برنامج روتيني لإقامة الاختبارات اللياقة البدنية كل سنة، طبعا قبل بداية الموسم الذي حدد يوم 27/10، وأيضا بين الذهاب والإياب. طبعا بسبب الجائحة اللي صارت في المنطقة الشرقية والسيول، تم مخاطبة الاتحاد الدولي من قبل الاتحاد الليبي لتأجيل الاختبارات، وفعلا تمت الموافقة على تأجيلها لمنتصف شهر 10. وأول أمس طبعا قمنا بإجراء الاختبارات اللياقة البدنية في المنطقة الغربية بالكامل، اللي هي طرابلس ومصراتة والمنطقة الغربية وأيضا المنطقة الجنوبية، واليوم طبعا المنطقة الشرقية بالكامل اللي هي طبرق والجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى أن يكون هذه السنة موسم طيب للحكام وللرياضة بصفة عامة، وبارك الله فيكم إن شاء الله. صلاح الحاسي رئيس لجنة التحكيم الفرعية بنغازي، متواجد في المدينة الرياضية في يوم الاختبار. نتمنى للجميع حكامنا الدوليين التوفيق، وكذلك النخبة من الدرجة الأولى. هذا الاختبار استعدادا لانطلاق المسابقة، وكذلك للترشيح للقائمة الدولية. بالنسبة للعدد المستهدف ما يقارب عن 60 حكم، منهم 30 حكم من منطقة بنغازي، 15 مساعدين و15 حكام وسط. نتمنى لهم التوفيق. شكلت لجنة برئاسة الدولي محمد الشلماني ومجموعة من الحكام السابقين. نتمنى للجميع التوفيق، وإن شاء الله رب يوفقهم ويكونوا عند حسن الظن حكامنا الدوليين والنخبة. ونشكر قناتكم الموقرة على إتاحة هذه الفرصة، وبارك الله فيكم.